صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني سبق. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وحلقه خاصه من برنامجنا الوطني كفاءات من الامارات. كما عودناكم بكل حلقه من برنامجنا نستضيف كفاءه مميزه، كفاءه اثبتت همتها وبراعتها وحبها في خدمه هذا الوطن اكثر فاكثر. نتعرف اكثر عن هذه القصه المشوقه مع الاستاذ وسام. بدايه مساء الخير. اهلا بحضرتك. طبعا استاذ وسام نورنا على منبر قناه سما الخليج، واهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك. طبعا استاذ وسام خبرنا اكثر، مين هو وسام وكيف بدأ انطلاقته ومسيرة حياته العملية والعلمية؟ أنا طبعاً مواليد الكويت 75 وخريج كلية سياحة وفنادق من مصر. بدأت في الشغل طبعاً أول ما بدأت كان في دولة أوروبية، قعدت فيها سنتين وكان والدي مقيم في الكويت يعني، فالحاح طبعاً منه فرحت الكويت وبدأت شغل هناك تقريباً أكثر من 10 سنين تقريباً. وبحكم شغلي في مجال السياحه طبعا كنت مدير شركه كبيره هناك يعني، فكنت دايم زيارات على دبي. كنت باجي دبي كتير، خصوصا عندكم هنا في هنا معرض السياحه بيتعمل كل سنه الاي تي ام، فدايما كنت كل مره باجي دبي بنبهر بالناس بالشعب نفسه يعني. لان بشوف من اول ما بتدخل مطار دبي مثلا، مرات ساعات كانت تيجي معايا عيلتي، من اول ما بتدخل المطار بتلاقي حد طالع لك ظابط لو معاك اطفال يمررك على طول اتفضل وابتسامه. فهمت ازاي؟ في المعرض مرات بشوف اسمه الشيخ محمد بن راشد بيتمشى عادي. مره شفته في دبي مول برضو بيتمشى عادي وسط الناس، فعجبني الجو الناس يعني. خصوصا مثلا ما بتروح مكان تخلص معامله بتلاقي الناس تهتم فيك، بيخلصوا لك معاملتك يعني، تحس التعامل الاجنبي زي نفس التعامل اللي بيتقدم للمواطن بالظبط، مفيش فرق. فده اكتر حاجه عجبتني يعني، فكان دايما في بالي ان انا عايز اجي الامارات يعني انقل الامارات. طبعا سيد وسام خبرني اكثر عن وصولك للامارات، كيف انطلقت في هذا العمل، كيف بدات حياتك العمليه في الامارات؟ جيت هنا في 2011 تمام، المفروض ان احنا كنا هنبدا في دبي يعني بزنس سياحه، وبعدين بالصدفه يعني صديق ليا عرفني على من خرفكان هنا، فجيت المنطقه وعجبتني يعني، حسيت ان المنطقه تكاليف تشغيل اقل يعني، اوكي تقدر تتعرف اسهل من دبي وتعرف تشتغل اسهل يعني. ايجار هنا اقل، الموظفين ممكن تكون الرواتب اقل هنا في المنطقه. جميل. فكانت بدايه اوكي يعني. طيب بدايه الانطلاقه، اول ما فتحت شركه البوابه السياحي يعني، خبرني عن هذا المشروع، كيف بدات والله انطلاقه، شو الخدمات اللي قدمتوها في بدايه انطلاقتك؟ في بدايه انطلاقه كانت كان في بس يمكن مكتبين ثلاثه هنا في خرفكان. باي عام كان؟ في 2011. ب 2011 فكان جميل. الوضع اوكي يعني، كان الوضع كويس جدا يعني، ان يعني هنا في نسبه مواطنين اكتر يمكن، وبتتعرف بسهوله لو انت كويس بتنتشر بسهوله، لان يعني هنا الناس كلها بتعرف بعض، وده بيحكي لده وده بيحكي لده، فلو انت بتقدم خدمه كويسه بتلاقي دعم بسرعه يعني. فكانت انطلاقه ممتازه صراحه يعني في 2011 12 يعني، كان الشغل اوكي جدا يعني،
جميل. وبعدين فتحنا فروع تاني. ابرز الخدمات اللي كانت تقدمها البوابه للسياحه؟ احنا بنشتغل في عامه على السياحه اللي هي اللكشري، يعني سياحه بالخارج، يعني نعمل عروض سياحيه لاي دول خارجيه، يعني اوروبا، استراليا، امريكا، زي ما تحب يعني. كمان بنحجز فنادق داخل الدوله برضو نفس الشيء. طبعا انت مرت من الايام فتره توسع كبيره لشركه البوابه السياحي، ثم تم النزول في هذا الموضوع. خبرني اكثر عن موضوع السياحه والسفر، كيف تم التنازل حتى الان، وما هي ردود فعلك على هذا الموضوع، وما هي حل هذه المشاكل؟ هو النزول شويه بدا من 2015 تمام، ما زور الدول اللي هي الجديده الرخيصه في السياحه زي اذربيجان، جورجيا، ارمينيا. المناطق دي اثرت كتير، كازاخستان اثرت على سوق السياحه بشكل عام يعني. لان فيها منافسه قويه واسعارها رخيصه جدا، يعني السائح بدل ما كان مثلا بيطلع رحله اوروبا مثلا مع عيلته بتكلفه مبلغ قد كده، ممكن يروح اذربيجان او جورجيا هتكلفه تقريبا ربع المبلغ اللي هو هيصرفه في اوروبا كفنادق وقامه والكلام ده كله. فدي طبعا اثرت، لان انت كل ما بيكون المبلغ اكبر بيكون نسبتك اعلى من الباكج او من البرنامج نفسه. صحيح. بتعمل دي طبعا مع المواقع الالكترونيه ممكن تكون اثرت شويه، بس مش هو التاثير، لان لسه في يعني في ناس بتحب تتعامل دايركت مع الشخص، ما بيحبش يخش على الموقع ويحجز، يعني بيكون مطمن اكتر وهو حاجز عن طريق مكتب. صدفه اي موقف اي مشكله بيقدر يتصل، عنده تغيير حجز، عنده الغاء، عنده ظروف. في الحالات دي احنا بندعم العائله يعني، فدايما معظم الناس لما بيكون عائلات بيفضلوا لحد دلوقتي مكاتب السياحه يعني والسفر. صح. طيب اختيارك الموظفين، اشرافك عليهم كيف بيكون؟ اختياري الموظفين طبعا على حسب طلب الشغل اكتر، يعني لازم يبقى عندك مثلا واحد من كل جنسيه، يبقى عندك واحد احسن يعني. مثلا بيجي لك حجوزات تذاكر هنود، بنجلاديش، عندك الفلبين، دي بتكون افضل يكون عندك كذا واحد من كذا لغه او كذا جنسيه مختلفه. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات، من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش اعيش ابدا يوم. بس الصدمات بتقوي ومش بتهد، شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد، انا عندي ثقه بالناس. استاذ وسام خبرني اكثر عن تعاملكم شركات الطيران، الميثاق الذي بينكم كيف يكون؟ احنا طبعا بنتعامل مع كل شركات طيران اللي بتشتغل هنا في الدولة. طبعا بالنسبة لطيران الامارات هو بالاخص يعني غالبية المواطنين بيفضلوا طيران الامارات والاتحاد، يعني بتكون خطوط مباشرة على طول للوجهة بتاعته. صح. بنحاول نجيب اللي نقدر عليه يعني عروض مميزة من شركات طيران ديت، لان سعر التذكره هو اللي بيحدد في الاخر سعر الرحله، يعني كل ما بيكون سعر التذكره فيه تخفيض اكتر بتقدر تعمل الباكج بسعر افضل يعني للكاستمر يعني بتاعك. طبعا استاذ وسام خبرني اكثر عن رؤيتك المستقبليه في المدى البعيد. ان شاء الله مستقبل بنحاول نزود الشغل، بنحاول ممكن نفكر نعمل فروع تانية يعني عشان نقدم خدمات اكتر، ونعمل العروض اللي نقدر عليها. جميل. تطلعك للإكسبو 2020.
اتوقع يزود نسبه الشغل، خصوصا احنا بنشتغل على استخراج تاشيرات سياحه، وبنشتغل برضو في يعني تذاكر اللي هي البي تي اي، يعني لو حد عايز يجي على الدوله هنا برضو بنشتغل الموضوع دوت. فاتوقع يزود نسب الشغل يعني ان شاء الله تعالى. طبعا استاذ وسام، لو توجهنا الان اكثر الى جانب الامارات العربيه المتحده، الامارات وضعت لنا اساس النجاح وهو نعمه الامن والامان، هذه النعمه طبعا. ماذا تعني لك؟ دي اهم حاجه، اهم حاجه الامن والامان، وان هنا الدوله بتعامل الاجنبي زي المواطن، مفيش فرق، تاخد حقوقك كامله، ما فيش اي مشكله بالنسبه لك في اي حاجه. طبعا هذه النعمه لم تاتي من فراغ، اتت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل قياده الحكيم قياده الرشيد الموجوده في الامارات. اكيد. ما هي رساله شكر توجهها الى شيخ وحكام الامارات على ما وفروه لنا من نعمه امن وامان وبيئه الاستثمار الناجح؟ طبعا اكيد بنشكر الشيخ خليفه بن زايد، سمو الشيخ خليفه بن زايد رئيس الدوله، والشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، وطبعا الشيخ سلطان القاسمي، ونتمنى لهم التوفيق والدوام الصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. طبعا احنا ايضا نشكرك استاذ وسام، نتمنى لك المزيد من التقدم من الزياره اكثر واكثر. وفي نهايه برنامجنا كلمه شكرا لمين تهديها لاشخاص مميزين كانوا بحياتك، كانوا داعمين لك منذ البدايات حتى الان؟ انا الدعم لي اشوفه هو الشعب الاماراتي، يعني الصراحه شعب طيب جدا، شعب سهل التعامل معاه، شعب ما بيهتمش بالمحسوبيه والواسطه والحاجات دي اللي بتخرب الشغل اكثر حاجه. صحيح. طبعا في النهايه احنا نشكرك لانه انت احد اعمال هذا الوطن، نشكرك لاستقبالك الرائع لنا، وان شاء الله لنا زيارات اخرى مع الاستاذ وسام من بوابه السياحه والسفر في افرع اخرى في دوله الامارات وخارجها ان شاء الله. شكرا لك استاذ وسام. مشكور. والى هنا اعزائي المشاهدين، كان معنا لهذا اليوم من شركه البوابه للسياحه والسفر الاستاذ وسام، وهو بالكفاءات الموجوده في الامارات العربيه المتحده الذين اثبتوا همتهم وبراعتهم وحبهم في خدمه هذا الوطن. وفي النهايه انتظرونا بكفاءه جديده كما عودناكم، ودمتم بأمان الله. أنا ابن مصر، قلبي نسر، ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف